ده بالإضافة إن في تعليقات كتيرة بتكون ملهاش لازمة، يعني تعليق مهين، تعليق طفل صغير يعني داخل بيتكلم بأسلوب مش قد كده، يعني لا يعني ما بقالش إن حاجة زي كده تكون موجودة على الشانل، فبعمل هيدن، بعمل هايد لي التعليقات بتاعته. أول تعليق أتذكره كنت عملته كان لشاب، للأسف إن هو مصري يعني، فكنت عامل فيديو تعليم حاجة بسيطة كده في الكمبيوتر، فلقيته دخل وكان أول تعليق كتب على الشانل بتاعتي. لقيته بيقول لي ما معناه يعني انك حد تافه يلعن ابو شكلك، انا فاكرك هتتكلم في حاجه مفيده يا اخي غور، والفاظ كده يعني ايه. فطبعا كان الصدمه بالنسبه لي يعني، وخاصه اول ما بتعمل الشانل التعليقات دي بتاثر فيك قوي. فدخلت على الشانل بتاعته ابص عليها، فلقيته هو بيتكلم عن الاندرويد عامه والتقنيه، فلقيته بيتكلم في الشانل بتاعته والمقدمه دايما السلام عليكم ورحمه الله احبابي في الله، يعني اسلوب التعليق اللي هو كاتب بيه التعليق الكومنت، انت شفت فيديو ما هوش في مجال اهتماماتك، مش شرط معمول لك انت، ولكن يعني ايه بلاش يعني اعمل ديسلايك يا سيدي، لكن ما تخش تقل ادب، تقل ادبك يعني. وادخل على القناه بتاعتك الاقي صوره لبني ادم تاني منافق، يعني انت قدام الناس شيخ الجامع، ومن ورا الناس التعليقات اللي ما حدش بيشوفها تعليق استفزك تدخل تشتم. ده كان اول حد اخد بلوك يعني. فالشانل فيها دلوقتي حوالي من 40 ل 45 واحد ممنوعين من التعليق، هما مسموح لهم بس ان هما يتفرجوا على الفيديو ويفيدوني بقيمه الاعلانات. فطبعا هما يعني ما اعرفش الدنيا ازاي، بس حد ادنى هتلاقي نصهم ممكن يعمل ديسلايك او ربعهم او تلتهم او الخ. ده بالاضافه ان انا طبعا ليا اعداء زي اي حد، اللي هو ممكن ما يهموش اليوتيوب، ما يهموش محمود، بس يعني ايه يهمه ان محمود ما ينجحش او ما يتقدمش، زي اي واحد يعني، انا مش مختلف عن حد.